حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامه الى سبع اراضين قال ابو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك انما املي عليهم بالبصره